جواهر الشامسي سيدة إماراتية دفعها حب للحيوانات أن تصبح مدربة للطيور الجارحة، وتقدم جواهر عروضا ترفيهية لزوار حديقة العين تشمل ألعابا مع النسور والبوم والعقاب. وتقول الشامسي أنها واجهت صعوبات في مجال عملها، من أهمها خطورة المهنة ونظرة المجتمع إلى عملها لأنه يقتصر على الرجال. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مدربة الطيور جواهر الشمس. صباح الخير جواهر. يعني أن تكوني مدربة طيور ربما شيء يعني لا نراه يوميا، يعني لماذا اخترتي هذه الهواية أو المهنة إن صح التعبير حتى؟ الله يسلمك. في البداية كنت أنا أحب الحيوانات بشكل عام، فكنت أربي بعض الحيوانات الأليفة في البيت. أما الاختيار بالصدفة يعني كان له الوظيفة، كنت حابة أني أشتغل في حديقة الحيوانات، فحاولت أكثر عن مرة فاتني الفرصة. كنت أثناء على رأس عملي السابق، فأول ما أنا الاتصال أنا بروحي تفاجأت، ما توقعت عمري أكون يوم من الأيام أني مدربة الطيور. فحب الحيوانات دفعني لهالشيء. لكن جواهر حيوانات أليفة غير الطيور الجارحة. صح يعني بالضبط، يعني هذا اللي كان أول شيء مشكل للخوف، بس الحمد لله لما تقربت من الطيور وفهمتها حاولت أتأقلم وياها فتعودنا على بعض، سبحان الله خلاص يعني كسرت حاجز الخوف واستمريت. طب جواهر، يعني إحنا في اللغة العربية عندما يعني لا نفهم لغة نقول لغة الطيور، هذه يعني هي لغة صعبة على الأغلب. يعني أنت كيف حاولت تتفاهمي مع الطيور؟ هل شعرتي أنه الألفة ممكن أن تبني نوع من التفاهم بين الإنسان والطير؟ بالضبط، الألفة تقدر تبني علاقة بينك وبين الطير، تكون مثل علاقة الصداقة. يعني مع الوقت الطير يعرفك. صح في البداية يعني لما تحس أنك خايف من الطير، الطير بعد يبادك نفس الخوف. فلازم تكسر هذا الحاجز بينك، فعن طريق إطعام الطير، التودد، التقرب منه، تعرف شو نوع الأكل اللي يحبه، فيختلف التعامل من طير لطير. عنده ذاكرة يعني. عنده ذاكرة بالضبط. طب ما يعني واجهتي مشكلة أنه طير هاجم عليكي، أو يعني صار مشكلة أنه تسبب لك بضرر؟ أبدا لا الحمد لله ما صارت أي حادثة. لا تفاهم كان من أول يوم. لا هو تعرف الواحد يكون حذر. الطيور بشكل عام ما تقدر تتنبأ بتصرفاتها لأنها حيوانات، طوال حيوانات وفيها طبع الشراسة لأنها طيور جارحة، فأنت تحاول قد ما تقدر أنك تعدل في سلوكها، تخليها شوي يعني تنفذ الأشياء اللي أنت يعني تحاول تدربها عليها، عن طريق الأكل، تعطيها الأكل عن طريق مكافأة. مثلاً مكافأة بالضبط، عن طريق يعني الأكل بالحرمان والمكافأة مثلاً زيادة أو تقلل من الأكل. فالطير خلاص يعرف أنه إذا أنا أديت أنا بحصل على المكافأة، إذا ما أديت زين بتقلل المكافأة، فهو يفهم. طب جواهر، أنت مدربة طيور وأول سيدة إماراتية ربما تدخل هذه المهنة وهي مهنة رجالية، يعني حبك ربما للطيور والحيوانات هذا الشيء، ولكن تدريب الطيور هذا الشيء آخر. كيف دخلتي هذه المهنة وكيف كانت نظرة الرجال والآن نظرتهم إليك؟ بالضبط، الحين يعني أنا أول ما دخلت يعني حسيت أنا بروحي يعني أنا وحيدة في القسم، أنا المرأة الوحيدة، فكلهم اللي متعودين عليهم أن يكونوا مدربين رجال، بس يعني ما شاء الله خلال يعني الحين في الفترة ما شيء فرق بين المرأة والرجل، الحين المرأة تنافس الرجل في كل المجالات، فتحصلينها في كل المجالات موجودة، من الجيش، من الشرطة، من يعني الأشياء اللي ما كانت يعني متعودين عليها مثلا التدريس والأشياء، بس ما شاء الله الحين الحرمة صارت تنافس الرجل في كل المجالات. والله جواهر أنت أشجع من كثير رجال أعرفهم، يعني على الأقل أنا يعني صعب علي أنه أشوف بومة أو صقر مثلا أو عقاب وأعرف أنه غير مدرب وأنا أدربه، يعني ممكن إذا كان مدرب يمكن أقرب منه، لكن هذه الشجاعة بالإضافة إلى الطيور، هذه من أصعب الطيور في التدريب، لأنه يعني العقاب يمكن يعني أنا بسمع عنه أنه حيوان خبيث يعني مش صادق، يعني ممكن بومة شيء آخر أو كذا، أنت كيف فرقت بينهم؟ كيف صفاتهم برأيك؟ والله هو يختلف من طائر لطائر، من نوع لنوع. مثلا أنا حسيت أسهل شيء الصقور، لأن الصقور تعتبر هي أذكى الحيوانات وأصيلة فخلاص هي تبني يعني إذا أنها خلاص مدربها صاحبها خلاص توفيلة. صحيح، يعني ما شاء الله الفترة تكون بعد جدا بسيطة، ما تأخذ فترات طويلة مثل البوم
البوم عادي تاخذ مثلا من شهرين لثلاث لست شهور على فقره بسيطه انك تدربها عليها. والبوم لازم تسهري له بالليل، يمكن يسهر بالليل وبينام بالنهار ولا كيف؟ يعني تحاول يعني كل طير مثلا وشو الخاصيه اللي معتمد عليها. في طيور تعتمد على السمع، في طيور على السمع على النظر، فيختلف من طير لطير. فمثل ما قلت يعني هي العقبان شوي كانت اصعب لانه يعني ما تحب حد يتحكم فيها، يعني تحاول قد ما تقدر تكون هي المسيطره. بس الصقور لا ما شاء الله اسرع، والبوم بعد شوي يعني يعني من بين ومبين، فيختلف من طائر لطائر. ما جربت الطيور غير هذول الثلاث؟ النسور بعد كمان النسور بعد تحسها شوي بطيئه يعني يبغي لها صبر وايد كثير لانها يعني اصعب شوي في التدريب. ببخه هذه الامور هذه كل مدربة الطيور جواهر الشمسي اسعدتينا هنا بوجودك معنا و شكرا جزيلا لك، وان شاء الله نتمنى لك دائما يعني الفه اكثر مع الطيور ان شاء الله. الله يسلمك يا رب.